طب ناخد تماما. ناخد وجهة ونبي نظر بحكاية هاني الكابتن دي. بلال. لا مبروك الاول، فوز غالي للنادي الاهلي، وزي ما قالوا الكباتن، هو احنا بنتكلم دلوقتي على الثلاث نقاط، قد يختلف الاداء من شوط لشوط من وقت لوقت، ولكن يهمنا في الوقت الحالي المكسب. شوف مبروك طبعا للنادي الاهلي المكسب، ثلاث نقاط مهمين، وكل ثلاث نقط بتدي شكل للمنافس، يعني خلي المنافس عنده شكوك، يعني النهارده من تحت الحق المباراه رقم 7، النهارده جاله ماس التاسع على الثواب، النهارده بعد ما انت كسبت جاله ماس كهرباء. هنتكلم على الاحداث اللي حصلت هناك، بس خلينا في الماتش الاهلي دلوقتي. فانت التيم اللي بينافسك لما بتكسب بيحصل له شكوك، تمام؟ لان النهارده خد بالك كابتن ايمن، زي ما انت مضغوط هو كمان بيتضغط، هو كمان كل مباراه انت بتكسبها كل ما بيحس ان انت لا الفروقات بتقرب، هي بس المشكله في القصه انك بتلعب وهو بيلعب، تمام؟ وهتيجي وقت هتلعب انت ماتشين وهيلعب ماتش، ماتشين وماتش، مظبوط، تمام قصدي؟ فهتبقى انت عندك احمال بدنيه زياده عليك، تمام، بترهقك زي ما شفنا النهارده في المباراه. يعني احنا الاهلي مستريح اسبوع، لكن مش معنى ان انت خدت راحه اسبوع ده معناه ان انت يعني خلاص هتعيد هتعمل الريكفري المطلوب بالنسبه لك، لا يعني. انت جاي من 10 ماتشات ورا بعض متتاليه وبتريح اسبوع وهتكمل. طبعا خد بالك هو في اوروبا بيلعبوا اسبوع، والفرق الكبيره بتلعب مثلا ماتش الاربع وبعد كده يغيب اسبوعين ثلاثه ويلعب ماتش الاربع تاني، فاهم؟ وما بيلعبش كميه اللعب اللي انت بتلعبها دي بشكل مستمر. لكن انا مش هتكلم على فكره ان الاداء سيء والنتيجه كويسه او العكس، يعني تمام، لا انا هتكلم على فكره ايه، هل الاداء يوصلني لمكسب؟ مش بتكلم على فكره تكسب ولا تلعب او تكسب ازاي او القصص اللي هي ايه دي، انا لاني ما عنديش قناعات بيها الحقيقه. انا قناعاتي الاداء يكسبني ولا لا. خد بالك ممكن الاداء ما يكونش الاجمل والافظع والاحلى والاروق واللي انت عايزه، لكن هل الاداء يكسبني؟ هي الخوف من 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 التعادل او الخساره ايه؟ ان ادائي في الملعب يبقى مؤشر ان انا ممكن اتعادل او اخسر، تمام؟ مؤشر، فاهم قصدي؟ مش فكره ان انا بلعب وحش وبكسب، تمام؟ بلعب وحش على انهي مستوى؟ هل الفرقه اللي قدامي كانت افضل مني؟ دي رقم واحد. هل هم اتيحت لهم فرص احسن مني؟ لا. دي رقم اتنين. هل هم الاستحواذ بتاعهم كان افضل مني؟ دي رقم تلاته. هل المحاولات على المرمى بالنسبه له كانت اكتر مني، تمام؟ وكانت يعني في اطار المرمى يعني، تمام؟ طب ولو الاجابه بلا، يبقى انت النهارده ماشي بالشكل الجيد بالنسبه لك حتى ولو الاداء سيء، فاهم قصدي؟ ده اللي انا عايز اقوله يا كابتن، ده الفرق ما بين انا بكسب ازاي، تمام، عشان بس ما يبقاش في اختلاط. الاهلي وحش بس بيكسب، لا بس الاهلي وحش ازاي؟ لا لما انا هقول لك حاجه بس في النقطه دي، عشان انت بتقولها برضو بارقام دلوقتي، ان انت ادائك مش هو اللي احنا متوقعينه ولا ادائك افضل من الفرقه الثانيه؟ لا انا لا ادائك افضل من الفرقه الثانيه، بس انا بتكلم في كده. ايوه بالظبط، ما انا بقول لك عشان ما يحصلش اختلاط. بس ان انا سيء كالعادي بتاعي، مش انا مش ده العادي بتاعي، يعني تك 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 تك، فاهم قصدي؟ والسرعات مش موجود الكلام. لكن طيب كومبيرز بالمنافس بتاعك، تمام، انت الافضل، انت الافضل. ده اللي انا عايز اوصله في النهايه، مظبوط، ان انت لما تبقى انت افضل من المنافس في كل حاجه ويبقى ادائك سيء عن المعتاد بتاعك، لا انت ماشي كويس. يعني الاداء ده يكسبني، يكسبني النهارده، تمام؟ يعني النهارده ممكن اكسب 3-4، اكسب 3-4 النهارده مستريح. اذا اداء الاهلي سيء كالعادي بتاع الاهلي، ولكن اداؤه يكسبني، وده اللي انا عايزه، يعني او ده اللي انا بعول عليه، فاهم قصدي يا كابتن؟ انما امتى اقلق؟ لما يكون النهارده فاركو راح بخمس ست كور خطر جدا، وجابوا واحده وما جابوش اربعه، وانا طلعت كسبان 2-1 بنالتي، تمام، وهم ماسكين الكوره ومضغطين ومستحوذين وبتاع، سر المباراه فاقول فاقول كده في خطر. ما ينفعش تقول لي ايه انا كسبت، لا هيبقى في مؤشر خطر اللي جاي ستيب 2، تمام، هتبقى مش احسن حاجه نيكست ستيب، يعني هتبقى مش احسن حاجه بالنسبه لي. فانا النهارده لا، انا النهارده لما انا بحلل، تمام، وبشوف الاداء بتاعي، انا بقارنه بالفرقه اللي قدامي، مش بقارنه بامكانيات وقدرات الاهلي. انا لو هلاعب ريال مدريد او هلاعب فرقه يعني فرقه كبيره، اكيد مستواي هيعلى اكتر من كده بكتير. طب ما بلاعب فرقه اقل مستواي هينزل، بس في وسطيه. ايه الوسطيه اللي انا بحافظ عليها؟ تفوقك، ان انا دايما انا المتفوق، فاهم قصدي؟ ما ينفعش لما توصل لمرحله
المنافس يبقى متفوق عليا، يبقى هنا في يعني يبقى في كده اليرت، فاهم قصدي؟ يبقى لازم كده في انذار كده للاهلي، لا الاداء ما يكسبش، مش فاهم قصدي يا كابتن؟ هو ده اللي انا اقصده ما بين الاداء اللي بيكسب والاداء الوحش اللي عنده، لازم نقف. فالاهلي بهذا المستوى تمام اللي مش عاجبنا، بس هو الافضل في كل حاجه النهارده في الماتش كويس، يعني الاداء ده يكسبني المباراه. انا احمد بلال ما قلقش من مباراه زي كده، طالما انت الاداء افضل بالنسبه من الفرقه الثانيه والمحاولات اعلى والقدرات بتاعتك واضحه في الملعب بشكل كبير جدا.